Okay. Good morning, everybody. Today, inshallah, we will talk about an appeal court decision. The target text is in Arabic, and this decision was issued by the first instance court. Let's read and try to understand the technical terms or the non-technical terms in general that has been used in this document. Now, if you look at the title of the document here, قرار محكمة استئناف, this is the source text. بداية حقوق. بداية حقوق. المملكة الأردنية الهاشمية وصادر من الأردن. وزارة العدل. The Hashemite Kingdom of Jordan, Ministry of Justice. طبعا مفهومة هنا الهيك في النص الأصلي ما مش مكتوبة ترجمة. The Hashemite Kingdom. طبعا احنا بنلتزم في القرار بدنا نترجم كل شيء. The Hashemite Kingdom of Jordan. All right, now, Ministry of Justice, وزارة العدل. خلينا نقرأ نص الإنجليزي, العربي آسف, ومن ثم نشوف النص الإنجليزي. شوفوا كيف يبدأ القرار. إعلام صادر عن محكمة الاستئناف, Appeal Court. إذا بتذكروا حكينا عن درجات المحاكم في الأردن, قلنا في عندنا محكمة البداية وفي عندنا محكمة الاستئناف, في محكمة التمييز, وفي عندنا المحكمة العدل العليا اللي هي القرارها بكون قطعي, وفي عندنا أنواع أخرى من الجرائم, في juvenile court اللي هي محكمة الأحداث اللي هي أعمارهم اللي under age هذولي أعمارهم أقل من 18. في عندي برضو كمان حديثا اللي هي محكمة الجرائم الإلكترونية, في المحكمة الدستورية, تمام, في محاكم الجرائم الاقتصادية, وفي عندي محكمة العدل, في عندي محكمة العسكرية اللي هي محكمة أمن الدولة يسموها الميليتري كورت. إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. الآن هذه ديباجة ثابتة للقرار, يعني هذه بتكون ثابتة, ديباجة أو ترويسة ثابتة لهذا القرار. أنا من رأيي أو نصيحة أنه نحفظ هذه الترجمة للمستقبل, لأنه هذه مكررة. إعلام صادر, إعلام هنا مقصود فيه declaration made by اللي هي محكمة الاستئناف, محكمة الاستئناف اللي هي appeal court, المأذونة بإجراء المحاكمة authorized to conduct the trial هي المحاكمة, and issued a judgment, واصدار الحكم, in the name of, لاحظوا literal direct translation الاستراتيجية اللي استخدمتها هون, in the name of His Majesty King Abdullah II, the King of the Hashemite Kingdom of Jordan. طبعا ممكن واحد يقول لي انه هذه حشو, معروف انه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية, مش هيك؟ يعني فيش داعي نحط the King of the Hashemite Kingdom of Jordan, ولكن انا بلتزم بحرفية النص الموجود هنا, ولا هي معروف يعني. برئاسة القاضي, رئاسة يعني headed by الرئيس, لأنه في قضاء, في قاضي وفي قضاء اثنين اللي هي العضوية بكونوا, يعني ثلاث قضاء. لاحظوا في المحكمة العادية بكون في عندي قاضي واحد, محكمة الاستئناف في عندي ثلاث قضاء, لأنها الآن محكمة
أعلى درجة. التمييز أكيد بده يكون نفس الشيء. محكمة العدل العليا بده يكون برضو نفس الشيء أكثر يعني، حتى أنه إيش، حتى أنه يكون القرار يعني مش صادر من قاضي واحد، لا من أكثر من قاضي. ولكن أنه مثلا محكمة العدل العليا بكون قرارها قطعي ملزم للجميع. عضوية القاضيين and the membership of the two judges. المستأنفة appeal. وكلاءها المحامي أو المحامون their attorneys. Their attorneys. المستأنف ضدها appealee. Their attorneys. وكلاءها المحامون their attorneys. كلمة وكلاءها المحامون حطينا إيش بدالها؟ their attorneys، محامية. لأنه كل شخص في المحكمة بده يكون أكيد له يعني محامي بده يدافع عنه. بتاريخ كذا تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق كذا عمان مثلا، في الطلب. تمام، أنا بس أضبطهم شوية. طيب، بتاريخ كذا تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان إربد إلى آخره في الطلب رقم المقدم في الدعوة رقم كذا تاريخ كذا القاضي برد الطلب. القاضي هنا عائدة على إيش يا جماعة؟ على الاستئناف، مش القاضي الجاج. ننتبه، القاضي هنا القاضي يعني الذي يقضي برد الطلب وإرجاء البت في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة إلى حين صدور القرار الفاصل في الدعوة الأصلية، إلى حين صدور القرار الفاصل في الدعوة الأصلية والانتقال لرؤية الدعوة من النقطة التي وصلت إليها. خلينا نرجع للنص هنا. بتاريخ كذا تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف. المستأنفة قلنا ذا appealer on تاريخ. The appealer submitted طبعا هنا submitted this appeal to challenge the judgment. To challenge، نحفظ هذا المصطلح، this is a technical term. To challenge the judgment. Challenge the judgment يعني الطعن، الطعن في القرار. نحفظ هذا المصطلح، to challenge the judgment issued by اسم المحكمة اللي هي طبعا عمان، هي عمان first instance court in لاحظوا في الطلب رقم in the petition number. ممكن واحد يقول لي the application، لا الابليكيشن انت لما بتقدم له جوب، if you'd like to submit an application for a job or for a company yeah we say application but here we call it in the petition number في الطلب، لانه هنا طلب التماس، انت بتقدم طلب للمحكمة تلتمس فيه الموافقة او الاعتراض على قرار معين او الى اخره. القاضي برد الطلب وإرجاء البت في الرسوم المقدم في الدعوة رقم كذا in the petition number المقدم في الدعوة رقم كذا submitted in the case number. طبعا ممكن استخدم كلمة case أو lawsuit لكن I have to be consistent. إذا استخدمت كلمة case بدي أظل أستخدم كلمة case في كل ترجمة. in the case number في القضية نمبر رقم تاريخ on
القاضي برد الطلب اللي هو البيتيشن هذا الطلب. القاضي وانا عايد على البيتيشن، القاضي الذي يقضي يعني الذي يدعو الى. Which called for, which called for dismissing the appeal, رد الطلب. طلب شو المقصود فيه هنا يا جماعة؟ الاستئناف. لاحظوا هنا القاضي برد الطلب وإرجاء البت في الرسوم. برد الطلب أي طلب؟ طلب 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 الاستئناف. طلب الاستئناف which called for dismissing the appeal and deferring, إرجاء البت يعني تأجيل, and deferring a decision on the fees, على الرسوم, costs, مصاريف, and the attorney's fees, مرت معنا هذا المصطلح تعب المحاماة, إلى حين صدور القرار الفاصل في الدعوة الأصلية, until the issuance of the final judgment, هو القرار الفاصل المقصود فيه القرار النهائي, on the appeal, في الدعوة الأصلية اللي هو الأبيل المقصود فيها. في الدعوة الأصلية هنا شو المقصود فيها؟ هي دعوة الاستئناف, on the appeal, والانتقال لرؤية الدعوة من النقطة التي وصلت إليها. الانتقال لرؤية الدعوة هنا شو المقصود في رؤية الدعوة؟ يعني الاستماع إلى القضية من النقطة التي وصلت إليها, اللي هي to hear the case from the point where it last ended. To hear, الانتقال لرؤية, مش إنه to go back to see, ممكن واحد يترجم لي إياها. No, this is not the meaning here. إنه to hear the case, إحنا to hear the case, الاستماع إلى القضية, رؤية القضية المقصود فيها اللي هي الاستماع إلى الدعوة من النقطة التي وردت إليها. فنحاول إنه نفهم أو to do a pre-adjustment, pre-adjustment before you translate into English. You should understand the text in Arabic. Try to do pre-adjustment, يعني to paraphrase words or sentences. Then you should transfer it into English. All right, guys? طيب واحد هنا ممكن يقول لي بدل petition, طب ليش ما حطينا مثلا appeal؟ بيزبط, نعم, خليها حتى تصير consistent مع appeal هنا. ففي الاستئناف, في الطلب, طلب ايش هو المقصود فيه؟ المقصود فيه طلب الاستئناف. يعني انا عملت هنا explicitation, عملت explicitation, لانه الطلب شو هو الطلب؟ الطلب اللي هو المقصود فيه اللي هو طلب الاستئناف. نيجي للنقطة اللي بعدها. في عندي أسباب الاستئناف. أسباب الاستئناف. أخطأت المحكمة في تكييف العلاقة بين المستأنفة والمستأنف ضدها باعتبارها علاقة وكيل بالعمولة, وأن المستأنف ضدها كانت تتعامل باسمها لحساب المستأنفة مقابل عمولة, في حين أن العلاقة بينهما هي مجرد علاقة توزيع, عقد توزيع فقط, عقد توزيع فقط. إلا أرجع مرة أخرى, أخطأت المحكمة في تكييف العلاقة ما بين, يعني في تقديم in regulating, في تصنيف, في فهم العلاقة. The court erred in regulating the relationship between the appealer and the appealee. لاحظوا literal direct translation. باعتبارها علاقة وكيل بالعمولة, by deeming it as a commission agent relationship.
نحفظ هذا المصطلح. هذا مصطلح this is a technical term. By concert, by deeming it a commission agent relationship, اللي هي علاقة وكيل بالعمولة. وأن المستأنف ضدها كانت تتعامل باسمها لحساب المستأنفة. And the appealee was dealing by its name for the account of the appealer, لحساب المستأنف. مقابل عمولة. Against the commission. هنا against مش ضد يا جماعة. Against the commission معناها أنه مقابل عمولة. مقابل عمولة. في حين أن العلاقة هي علاقة مجرد عقد توزيع فقط. إذا العلاقة هي عقد توزيع فقط. While the relationship between them, العلاقة الآن, is only a distribution contract. علاقة عقد توزيع فقط. ثانيا, أخطأت المحكمة في عدم تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 بما في ذلك المادة رقم 12 والمادة رقم 27 من قانون التحكيم. لاحظوا استخدمت نفس الفعل هنا. The court erred in not implementing the provisions, في عدم تطبيق, not implementing the provisions of the arbitration law number 31 for the year 2001, including article number 12 and article number 27 of the arbitration law. لا. قانون التحكيم اللي هو arbitration law. نحفظ هاي المصطلحات. قانون التحكيم اللي هو arbitration law. Arbitration law. The court erred in not implementing the provisions of the arbitration law, رقم كذا, 31, for the year 2001, including article number 12, بما فيها المادة رقم 12, and article number 27. والمادة رقم 27 of the arbitration law من قانون التحكيم. أخطأت المحكمة في عدم تطبيق أحكام اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم وفي عدم معالجة أو التطرق إلى هذا الدفع, وذلك كون هذه الاتفاقية تسمو في التطبيق على أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين. طلعوا لي هنا هذا technical term. قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين اللي هو the agents and brokers trading law. The agents and brokers trading law. أخطأت المحكمة. The court erred in implementing the provisions of New York Agreement, اتفاق أحكام اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم, for recognition of the arbitral awards, قرارات التحكيم, وفي عدم معالجة أو التطرق إلى هذا الدفع, and in not solving or addressing these provisions. هنا جماعة الدفع مش المقصود فيه هنا الدفع اللي هو الفلوس, لا, عدم معالجة أو التطرق إلى هذا الدفع, إلى يعني الدفع بهذه القضية أو بمخاطبة هذه القضية أو بمحاولة حل هذه القضية, هذا المقصود فيه الدفع هنا. فلهيك ترجمتها in not solving or addressing these provisions, أو التطرق إلى هذا الدفع إن هو التطرق إلى هذه القرارات.
وذلك كون هذه الاتفاقية تسمو. تسمو يعني superior. As this agreement is superior than the provisions. هي تسمو than the provisions of the agents and brokers trading law number 28. هذا اتفقنا عليه, حكينا قلنا هذا technical term. Trading law number 28 for the year 2001. رابعا, أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة رقم 16,000 من قانون الوسط الوكلاء والوسطاء التجاريين. لاحظوا أنه بلشت الأسماء القوانين تتكرر معي. رقم 28 لسنة 2001, حيث لم يكن هذا القانون ساريا أثناء توقيع عقد التوزيع. إلا the court aided in implementing the provisions of article number 16A of from of طبعا بدل from sorry of the agents and brokers trading law. ولاحظ انه I capitalize the initial of these words. Why? Because I'm talking about a technical term here. And it is a very important law or words or phrases in the document. Number 28 for the year 2001. حيث لم يكن هذا القانون ساريا أثناء توقيع عقد التوزيع. Because this law was not yet in force. Was not yet in force during the signing of the distribution contract. تمام؟ أثناء توقيع عقد during أو واحد ممكن يقول بدي أحط at the time. At the time of signing, yeah, هيك بتصير أزبط. At the time of signing the distribution contract. أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاري. لاحظوا أن العبارات بدأت تتكرر معايا لسنة رقم 28 سنة 2001 على موضوع هذه القضية. وإسباغ المقصود فيها توفير الحماية, مش هيك؟ الحماية الواردة فيه على المستأنف ضدها خلافا لإحكام المادة رقم 10,000 من القانون المشار إليه. The court aired in implementing the provisions of the agents and brokers trading law number 28 for the year إلى آخره. لاحظوا أنه أنا شو اللي عملته, copy paste, جبته من هون copy paste حطيته for the year كذا كذا about حول موضوع هذه القضية about the merits of this case. الموضوع القضية اللي هنا الميريتس المقصود فيها إحداثيات القضية أو تفاصيل القضية. About the merits of this case. وإسباغ الحماية, إسباغ الحماية توفير الحماية. And providing protection, توفير الحماية. Contained therein, الواردة فيه. Contained therein for the appealee in violation of article number, ضدها خلاف الأحكام. ممكن واحد يقول لي بدي أحط contrary to article number, بصير جاهز. أو in violation of article كذا برضو جاهز. Contrary to, ممكن واحد يقول لي هنا بدل in violation بدي أحط contrary to
contrary to article number 10A of the act, القانون, لاحظوا, the first letter is initial, is capitalized, initial letter, refer to herein, المشار إليه هنا. بتاريخ كذا تقدم وكيل المستأنف ضدها بلائحة جوابية, لائحة جوابية اللي هي أبيلا, أبيلا, طلب في ختامها رد الاستئناف شكلا وموضوعا ورد الطلب والسير بالدعوى الأصلية وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحامة. إذن في تاريخ كذا تقدم وكيل مستأنف ضدها بلائحة جوابية اللي هي أبيلا, طلب to dismiss the appeal, تمام, شكرا وموضوعا, inform and content, ورد الاستئناف اللي هي to dismiss the petition, أو ممكن واحد يقول لي أنا بدل petition بدي أظل أستخدم appeal, أنا هذا مقبول, رد الاستئناف شكرا وموضوعا, رد الطلب, طلب اللي هو the appeal, تمام, والسير بالدعوة الأصلية to follow the course of the original case, to follow the course of the original case, والسير بالدعوة الأصلية والزام المستأنفة to compel the appealer to pay the fees, costs and the attorney's fees, هذه مكررة جبناها من فوق. إذن on تقدم وكيل, the attorney of the appealee submitted appeal requesting to dismiss the appeal, inform and content, to dismiss, هنا بدل ما خليها a petition هنا لأنه طلب حتى ما يصير في appeal, appeal تكرار, to dismiss the petition, to follow the course of the original case, and to compel the appealer to pay the fees, costs, and the attorney's fees. وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً, علناً بحضور الولي, بحضور, لحظة, ongoing public. شوفوا كيف ترجمت هذه. وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً بحضور الوكيلين تقرر قبول الاستئناف والجواب شكلاً, شكلاً, وقدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية كما قدمت وكيلة المستأنف ضده أيضاً مرافعة خطية. By the ongoing public appeal trail, هذه ترجمة العبارة هاي, in the presence of both attorneys, حضور الوكيلين, it was decided to accept the appeal and the appealer informed. هذه literal direct translation. Literal direct translation. The attorney of the appealer submitted a written defense. Written defense, مرافعة خطية. So did the attorney of the appealee. So did the attorney of the appealee. وكذلك فعل محامي المستأنف ضده. كذلك فعل يعني أنه قدم نفس الشيء. So did هنا قدم نفس الشيء أو فعل نفس الشيء. في الموضوع, طلعوا هون, في الموضوع بتاريخ, في الموضوع المقصود فيها the merits of the case,
في الموضوع لما كلمة أو عبارة في الموضوع اللي هي المقصود فيها حيثيات القضية. حيثيات القضية يعني كيف بدأت القضية، شو اللي صار في القضية، التطورات اللي صارت في القضية. بتاريخ كذا تقدمت المدعية ووكلاؤها المحامون بالدعوى رقم كذا لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعي عليها against the defendant. هنا هذه it must be capitalized. بموضوع المطالبة بالعطل والضرر، هذه عبارات كثير رح نسمعها في الترجمة القانونية. المطالبة بالعطل والضرر to claim damages owed. رجاء نحفظ هذا المصطلح to claim damages owed. To claim damages owed اللي هي العطل والضرر. شو المقصود في العطل والضرر؟ يعني شخص ما انت سببت له أن يتعطل عن العمل لمدة يوم يومين شهر شهرين إلى آخره، فطبعا هو مثلا كان في كل يوم مثلا خلينا نقول دخله 100 دينار أو 50 دينار، تعطل هو 20-30 يوم اضربها هذول في 50، هذا المقصود فيه العطل. الضرر أنت الضرر اللي سببت له، الضرر المادي أو الضرر المعنوي أحيانا ممكن يكون. والتعويض compensation والكسب الناشئ عن إنهاء اتفاقية التوزيع الحصرية. الكسب الناشئ عن إنهاء اتفاقية التوزيع الحصرية، شو المقصود في الكسب الناشئ؟ يعني أنا الآن وكيل لشركة، لنفرض وكيل لشركة هواتف مثلا، وجهت الشركة الأصلية وقفت هذه الوكالة اللي هي مثلا اللي هي اتفاقية التوزيع، أنا نتيجة لهاي توقيف هذه الاتفاقية راح أتكبد، يعني كنت أتوقع أني أربح مثلا خلال الفترة الشهر القادم أو السنة القادمة إلى آخره مبلغ مثلا كذا دينار، هذا بسموه كسب ناشئ يعني عن إنهاء هذه يعني قطعت رزقه بالمعنى. بالمدعي عليها مقدرة لغايات كذا مليون دولار. To claim damages owed compensation and the seized lucre. Seized lucre هذه يا جماعة اللي هي الكسب الناشئ عن تجارة معينة. يعني أنا مثلا لو ظليت بهاي التجارة ممكن أنا أكون مربحي مكسبي كذا ألف كذا مليون إلى آخر. The seized lucre established from the termination هو إنهاء the exclusive distribution agreement على اتفاقية التوزيع الحصرية for the defendant which valued، لاحظوا كانت قيمتها بالملايين، قيمتها على ما أذكر قريب 60 مليون دينار، قضية مش سهلة يعني.